عديدة من أسرار شرق أوسطية، الكل يتذكر في وقت سابق ما صرح به الأرمينيون تجاه منظومة إسكندر بعد تقييم شرس للبرلمان الأرميني وأيضا للوزير الأول الأرميني بخصوص منظومة إسكندر واستخدامها في 44 يوما في ناغورنو كاراباخ. كان واضحا جدا أن هناك إنكار لشويغو في استخدام إسكندر في هذه الحرب، لكن بالنسبة لأذربيجان لديها الدليل، وضغط على إلهام علييف من طرف بوتين بمكالمة الدقيقة كما هو معلوم الدقيقة و33 ثانية. قال لا يمكن بأي حال للأذريين أن ينشروا ولوزارة دفاعهم أن تنشر مخلفات إسكندر أم التي قصفت بها أرمينيا ومن ثم الجيش الروسي أذربيجان. إذن كان هذا ما يسمى بكذبة الدولة بالنسبة لشويغو عندما أنكر بشكل كامل، وبعدها أتى إلهام علييف ليقول بأن كان استخداما. بالنسبة لباشينيان كان استخداما، شويغو يقول بأن إسكندر لم تستخدم. الوحيد الذي صرح بأنه لم يستخدم رغم أن طرفي الحرب استخدم، فقال باشينيان بأن 10% فقط. راجعوا هذه الفيديوهات، 10% فقط هي نسبة الأداء بالنسبة للإسكندر أم لهذه الصواريخ. وبالنسبة للآذريين قالوا بأن القصف حادث وأن في المتحف هناك مخلفات هذه الصواريخ واستخدامها ضد الأهداف الآذرية. شويغو وزير الدفاع الروسي ينكر استخدام هذه الصواريخ على وجه الإطلاق، واتصل كما قلت بوتين بإلهام علييف من أجل وقف عرض هذه المخلفات أو هذا الحطام. إذن هذه هي المسألة الأولى، ماذا حدث بعدها؟ قرر شويغو أن يعيد تقييم صواريخ إسكندر أم وإسكندر إي أو أ في كل المنطقة، خصوصا للذين ابتاعوا هذه الصواريخ وعلى رأسها الجزائر. اليوم في أفيا برو وهناك توب كور وأيضا نوفوستي، كل هذه الوسائل كانت مجسدة لرأي واحد تابع لوزارة الدفاع، لأن نفس الحبر الذي لدى شويغو نقلت في الثلاث. أولا بالنسبة لوكالة أفيا برو قالت بالحرف أن هناك صواريخ، يعني نحن نتحدث عن منظومة وعن الصواريخ المستخدمة عبر هذه المنظومة، وهذه الصواريخ صواريخ اعتراضية وصواريخ أيروباليستية. إذن هناك نوعين اليوم لدى هذه المنظومة. والسؤال المطروح الآن أن القول بوجود صاروخ النمطين من الصواريخ، هناك طرازين من الصواريخ، هذا يكشف إلى أي حد نرى أن هناك رغبة في نوع من التيه، نوع من الغموض لما سيكون عليه الحال بالنسبة لهذه المنظومة. إذن أول منظومة رئيسة بهذا الخصوص يتأكد من خلالها أننا أمام طرازين. والسؤال المطروح اليوم أمام إعادة تقييم الوضع وجعل إسكندر أكثر قربا وأكثر قوة مما كان عليه الحال، هنا نطرح سؤال. إن كان إسكندر فعندنا إسكندر أولا في سوريا، وفي سوريا هناك استخدام مزدوج. نحن نتحدث اليوم عن استخدام باليستي لإسكندر، وهذا الذي سقط في الجولان وسقط في أكثر من مكان، وهناك أيضا الصواريخ الاعتراضية التي استخدمت في الرد على صواريخ إسرائيلية، ونجح الأمر بنسبة أكثر من 70%. هذا الوضع الذي يكشف عن خلاصة ذهبية بأن إسكندر لديه، لأنه صاروخ اعتراضي يمكن أن يعترض صواريخ أيضا ولا يقف عند القصف، هو يصبح قاصفا بوسائل باليستية، أيرو باليستية، فضائية باليستية،
وأيضا وهذا هو الأهم أن هناك صواريخ اعتراضية لإسكندر. وهنا يطرح السؤال، إن كان السوريون أو على الأراضي السورية استخدم الطرازان، فهنا نطرح سؤالا آخر بالنسبة لإسكندر الذي أظهره الجزائريون بشكل مكشوف وفي عرض رسمي، أي الوسيلتين لدى الجزائر؟ هل الأمر يتعلق بالاعتراضي إسكندر أم الاعتراضي أم إسكندر أم الأيروباليستي؟ هذا هو السؤال الآن. الروس يجيبون عن هذه النقطة في سطر في نوفوستي، في سطر واحد يتأكد معه الاستخدام المزدوج لإسكندر في الثلاث أشهر الأخيرة. نحن نتحدث اليوم عن تطوير قصة سرية للإسكندر يتمثل فيها الطرازان الأيروباليستي والاعتراضي في نفس الآن. لذلك فالذي كان يعتقد في وقت سابق أن الآس 400 فقط هي معزولة وأن هناك منصتين في المنطقة الثالثة والمنطقة الرابعة، على هذا تأسست كل المناورات، مناورات الأسد الأفريقي ضد الآس 400 الجزائرية، سنجد أن الطرح اليوم معكوس بشكل كامل. نحن نتحدث عن إسكندر الذي يحمي صواريخ الآس 400، نحن نتحدث عن صواريخ إسكندر الاعتراضية لحماية الآس 400 للدفاعات الجوية. لهذا فالتطور بهذا الشكل ينبئ عن انقلاب في المنظومة. نحن نرى بشكل واضح أن مثل هذه القدرة التي مكنتها روسيا للجزائر تجعل من إسكندر اليوم، إسكندر يحبس الأنفاس لسبب واحد رئيس، لأن الطاقة الاعتراضية اليوم تساوي الطاقة الهجومية بالنسبة لإسكندر. وهذا يعني أننا أمام الصواريخ التي يمكن من خلالها معرفة إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الفعالية. الفعالية كما نرى في سوريا تكشف هذه النقطة على وجه التحديد، تكشف إلى أي حد سيكون معه الوضع اليوم، الوضع القتالي للجزائريين، بأنه متراص. نحن نتحدث عن شبهة صاروخية متكاملة، ليس فقط على صعيد الطيران، وهذا لا نتحدث عنه لأن فيه امتياز السخوي 30 على وجه التحديد والأس أم 1 على أقل تقدير، إنما أيضا وهذا هو الأهم تحويل إسكندر بنفسه وهذه المنظومة المتواجدة لدى الجزائر، تحويلها إلى اعتراضية، إلى صواريخ اعتراضية. وهذا ما يعني مباشرة أن حماية الآس 400 والآس 300 والعمل على كومبينيشن، هذا الذي يعمل عليه بشكل مندمج الآس 300 والآس 400 دفعة واحدة. نحن نتحدث في الجزائر عن منصة للآس 400 والآس 300، واليوم هناك الطاقة الاعتراضية اليوم لإسكندر والتي تضيف جدارا آخر إلى هذه الجبهة. نحن نتحدث اليوم عن صعوبة كبيرة للغاية للآف 35 في التعاطي مع ما لدى الجزائر. هذا هو السؤال الذي تطرحه أفريقان بشكل مكشوف. قد يقول القائل بأن هذه من الأسرار، هذا يدرس في كل الكليات العسكرية وكل التقارير، فهذا شيء مكشوف وعادي. نحن نقربه أكثر للجماهير من أجل استيعاب المنظومات القتالية التي يمكن أن تكون رادعة، وهي رادعة بشكل كبير. نحن بهذه القفزة التي أحدثتها منظومة إسكندر أم إي أيضا كلها ستجعل من التعاطي مع التحدي الناتو تعاطي متجاوز. نحن نتحدث اليوم عن صواريخ، ما هي الصواريخ التي لدى الناتو المهددة والتي يمكن أن تعترضها الآس 400 خارج السلاح الجوي للآف 35؟ وأيضا هذه لديها حساباتها كما سلف. إذن لدينا صواريخ منطلقة من الناتو باتجاه الأهداف،
هذا لا وجود له أولا لدى أمنيته. المسألة الثانية أن هناك ما يسمى بالسلاح الجو الاستراتيجي أو التكتيك المطور. على كل حال لا داعي لهذه الخلافات في التقييم. عندما نتحدث عن هذا الوضع نتحدث أيضا عن سلاح يقابل. نتحدث هنا عن جنريشن فقط 4 بلاس بلاس للرافال، ونتحدث هنا عن بلاس بلاس أيضا، خصوصا وأن السخوي 30 لديها نفس قدرات محرك ورادار السخوي 35. لذلك فالسخوي 30 والميج 29 كلها يمكن أن تكون جبهة رادعة. انتهى الموضوع في هذه النقطة على صعيد موازاة الرافال بالسخوي 35 30 والميج 29. منتهي هذا الوضع. بالنسبة للامتياز الصاروخي بأمرين أساسيين، نحن نتحدث اليوم عن إسكندر الجزائرية الاعتراضية وأيضا الأيروباليستية، وهذا التنوع هو الذي يعطي الامتياز الجزائري باحتمال زائد عن قدرة الناتو في التعاطي مع هذه التحديات. إذن واقع الأمر الآن أننا أمام إسكندر الجزائري المطور وبعنصرين، نحن أمام طرازين، طراز أيروباليستي ولدينا طراز آخر اعتراضي يحمل آس 400، مما يجعل الوضع اليوم مشتبك للغاية، مشتبك تقنيا ومتقدم لمواجهة أي تحدي عسكري للناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية. إذا مثل هذه الصواريخ التكتيكية والنسخ المطورة لإسكندر آم تجعلنا أمام بيكان أوزدييف منذ 2006. يقول بيكان أوزدييف لـ15 سنة هناك تطويرات متواصلة، وهذه التطويرات تتلقاها الشراكات التي مع روسيا، تطويرات مندمجة ضمن الشراكات. إذن أوزدييف الذي خرج اليوم ليؤكد وبشكل مباشر وعلى كل صعود الإعلام الروسي بأن الشراكة الجزائرية الروسية تشمل هذه الصواريخ وهذه المنظومة وإسكندر آم على وجه التحديد، وبالنسبة للأيرو والأيروباليستي وأيضا، وهذا مهم جدا للاعتراضي. إذن أوزدييف والذي كشف الموضوع بشكل مباشر لأفيا برو وأكد أن التطويرات إلى جانب الشراكات، وقد أعلنت الشراكات على صعيد روسية وعلى صعيد الجزائر دفعة واحدة، مما يعطينا أفقا للقول بشكل مباشر أن هناك محاولة للوصول إلى خلق التوازن في جنوب الغرب المتوسط، وهذا شيء هام. وهنا يمكن أن نذكر بأن المنظومات اليوم، ليس هناك منظومة لدى الناتو اعتراضية في نفس الوقت يمكن أن تتحول ويعني وتعمل في نفس الآن كأيروباليستية. أول منظومة بهذا الحجم وبهذه التقنية وهذه التطويرات من داخل الشراكة الجزائرية الروسية تكشف إلى حد بعيد أن الجزائر أصبحت في مأمن أكثر. على الأقل هذه رسالة أوزدييف عبر أفيا برو للقول أن هناك فعلا شراكة تتجاوز الناتو ومقدرات الناتو على صعيد الصواريخ وعلى صعيد، وهذا هو الأهم، وعلى صعيد التعاطي المباشر مع القدرات الجديدة التي ليست لدى الناتو. الجزائر اليوم يمكن القول أنها تتميز عن الناتو على الأقل حسب قراءة أوزدييف، وهذه الشخصية التي تعتبر المحورية في الاستخبارات الروسية والتي خرجت للإعلام من أجل القول برسالة واحدة أن الشراكة الأولى والرئيسة والأساسية لدى روسيا اليوم هي الجزائر، لأن الشراكة مع الهند لا تزال معلقة، مع الصين معلقة، مع فيتنام لا تزال في بداياتها. إذن الشراكة التي حضنت البحرية
الروسية بعد طردها من سبتة الإسبانية نتيجة ضغط الناتو وخصوصا بريطانيا، فجعلت الجزائر صدرها أقرب بكثير لاستقبال، أقرب بكثير لهواجس ورغبات روسيا. وهذا الذي فصل بشكل كامل ما بين طرطوس التي رفع فيها، انظروا جيدا إلى هذا، إلى كاليبر، أين ستجدونه اليوم؟ ستجدونه على الأراضي الروسية، وهذا ما خصصنا له حلقة. كاليبر لم تعد في الغواصات في المياه الإقليمية السورية، إنما في قلب، يعني أنها اليوم على الصعيد البري بالنسبة لسوريا. والتطور الآخر الذي نلاحظه تماما، إسكندر الأيروباليستي، وأيضا وهذا مهم الاعتراضي، هذه المنظومة اليوم في الجزائر، وهكذا بالكاليبر وإسكندر أم الاعتراضية والأيروباليستية يمكن لروسيا أن تخلق فعلا قدرة غير مسبوقة في شرق المتوسط وغربه. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.